يا جماعه ما تقلقوش، دول هيمشوا دلوقتي حالا، انا ما اعرفش عنهم حاجه، هو الزفت ده هو اللي جابهم. ارمي الزفت ده والفراخ دي في الزباله. ما هو لو رماهم في الزباله هيفضلوا يكاكوا في الزباله. خلاص يرميهم في المصره. لا ده انسب العايز كده غير حضاري كده، ناذي غيرنا. يا اختي ان جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليه. يا نهار اسود، هتخلي امي تحط لي تحت رجليها؟ انا هتصرف يا جماعه ما تقلقوش، انا هتصرف. تعالى تعالى. يلا استنى، تعالى من هنا. غبي 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 الواد ده. استنى هنا، هراقب الطريق وبعدين اقول لك يلا. يلا يلا. طيب لا انا اللي هقول يلا، انت ما تقولش يلا. طيب يا دول يلا بقى. ما تقولش يلا، انا الاقي الطريق كل حاجه تمام هقول لك يلا. ما تقولش يلا. يلا بقى. اثبت مكانك، اثبت مكانك منك. لو احنا جمعيه مكافحه انفلونزا الطيور، ها اقول لكم ايه؟ احنا تنبيه ونبه، تحذير وحذرنا، غرامات وغرمنا، نعمل ايه بقى تاني؟ ها حضرتك يعني احنا برقه، احنا برقه، ما حصلش مننا اي حاجه يا باشا. مش كده؟ مش كده صح. وقعت يا ام مرفت بقى، انت بقى عماله تبلغي الناس وعندك عشه وبتبلغي عن العشش وتبلغي عن التقفيصه، ها؟ وانت بيتك مليان مزرعه فراخ صح؟ حضرتك انت فاهم غلط. دي ام انا. انت مرفت؟ مرفت عدم المؤاخذة، يعني البيت فيه ست ستات ما فيهمش ولا واحدة مرفت حضرتك. يعني انا دلوقتي يعني عايز افهم اعمل ايه؟ يعني انا هرجع فاضي يعني بقى ولا ايه؟ انت ايه جايب ميكروباص وجايب تملاه ولا ايه؟ حضرتك ام مرفت موجودة في الشقة اللي قدامنا كده اهو. ايوه كده اهو. هاتوها هاتوها بسرعة. حضرتك يعني علمك واضح ان البلاغ صحيح، لان على حسب علمي ان ام مرفت كانت بقالها فترة عايزة تعمل مكرونة بشانيل، وطبعا حضرتك سيدي العارفين ان مفيش دخان من غير نار، فبرضه مفيش بشاميل من غير فراخ او من غير بيض. كلامك املك. في ايه يا جدعان انت وهو؟ الله، احنا بنجيب ممنوعات ولا ايه؟ هو في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ مش انا اهو. الله، جاي في ايه يا سعاده؟ دخل بيتك يا ام كوثر، هي فين الفراخ دي؟ هي اللي حطت الفراخ دي عندي في اي بيت؟ بقول لك ايه يا ست الحاجه؟ بصي احنا مسكنا كوثر ومسكنا ام كوثر، واحنا بقى راصدينك، ها؟ راصدينك وراصدين الفراخ دي من ايام ما كانت كتاكيت يا اختي. شو ايه جمعيه الكرتون اللي انتوا فاتحينها دي؟ واضح ان سيادتك جالك انفلونزا طيور، خلي بالك. بس احنا متشكرين جدا. العفو، احنا اسفين جدا والله. لا 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 عادي عادي، احنا ياما بنتعرض للازعاج. اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. وانا يا سعاده اللي هعملوا معايا ايه؟ هيحبسوكي طبعا، مش مخبيه الفراخ عندك، هيحبسوكي. مش مبلغه في سبعه امتى الثامنه؟ سلام عليك يا سعاده. يلا يلا اطلع بره، يلا اطلع بره، اطلع بره. يا رجل استنى استنى استنى، حضرتك خد دول كمان معاك بعد اذنك. لا يا دولا، دول دول بتوع ام مرفت برضه. اتفضل يا دولا. ده مين؟ استهبل يالا. دولا بقى ده. خلاص يا عم، انا هروح اسحب لنا جوزين فراخ من اللي في البازار ده، والمعلمه بدره مش هتحس باي حاجه، وتبقى كده اتعوضت. ده كده مش اتعوضت، ده كده اتعورت. ايه ده دولا؟ تعالى لي بقى. تعالى لي. لا دولا، لا لا لا، هبطحك هبطحك. لا يا دولا، احذف يا دولا، احذف احذف. يا غبي انت مش عارف ان انا هضربك.